صباح الخير سرابيون، كيف حالكم؟ عساكم خير، الله يعطيكم الصحة والعافية. عاد رشينا وعينا من الله خير، وتسبحنا وصلينا وتلبسنا، وين عند ابو محمد هني العاد الغرفة يا رك الله، ودوم ابو محمد يخرب ياك العافية. تعال تعال تعال، ويوم اجيها القى بعد ما بجاهز يا رك، رجع عاد نص ساعة انزين، ما بيطيح منك النص. هذا المحل شو اسمه ابو محمد؟ اسمه بورو ماركت. اسمه بورو ماركت، هي سوق شعبي تقليدي، هي حلو وشيء جديد علينا، بنصير نشوفه. يا رك الله يا رك الله يا ابو خليل، سلام عليكم يا الغالي. يا رك الله يا ابو توفيق، ما تقول الا شو محمد تصور لي ابو محمد. يلا سلام عليكم. زين هذا الديزاين اليوم، يعد ولا يبين اللون ولا يبين شيء، كله اسود بس انا ابوه صاير ماتم ماتم العدواني. لا ترى اللي تحت ايش ما صبر انا هناك مثل كل مره. والله بلي ما يخصني، هي والله دارك بلو فوق اسود. المهم فنان وزين وما شي شرات، لا تقولون بعد ما قلنا لكم. ها وهالطربال العود عليه، ها تحرم مال هاي مال اطفاء مال الاسعاف. مفروض نسير من الصبح لكن بالعمال ابوي، تعال ابراهيم يلا وصل، لكن بالعمال ما سرنا من الصبح. ليش؟ لان الله يحفظكم انا شو ساير، اللي يصير من الصبح ياكل ما في وياه. انا ساير اللي مره مرتين وثلاث كل سنه حسيل، وانت بتدخلوا اليوتيوب العام مال العام موجود بعد. الله 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 شو هالكيوت، والله انت الكيوت يا سلام، يا سعد حظي فيك يا ابو محمد وميتو حبيب قلبي يا ابو محمد. فاقول لكم المكان وايد زين وفنان ضروري يصيروا له. ابراهيم يبي يودي حد وياه مرباعته دقليتين، هو قال لي هب دقليتين وحنا نازلين حمل لك. قال خالد انا واحد من رب جاي من العين، بابا يبي يصير ويانا. مرحبا بابا، قال الحين جاي في الطريق، عبد ما خبرني مساء، لكن ان شاء الله الحين ترى الرجال بيي وبنصير وياه ضربه اذا ما راد. زين المهم هذا هو ابوي ربيع ابراهيم، انا عاد قال لي بيي جاي ربيعي. تميت حاتك في خاطر لا يكون واحد تجيل طينة ولا تجيل دم ولا شيء. الحمد لله ترى فنان ذكرتي. ان شاء الله يبقى ان شاء الله محمد. تدري وين بنسير الحين؟ يقول لي السوق هذا قديم. ابراهيم قال لك. اي نعم قال لي. اهم شيء يقول ابراهيم. اي والله هيا يقولون عنه حمال على صناعه. شو اسمك الله يحفظك؟ سعود. من هالعين؟ من هالعين. والله مرحبا بك. انا اسمي خالد. ونعم ابو محمد. الله يحفظك. معروف. بعد. الله يحفظك. خيبه مكبرها اللويه مكبرها عنبو عنبو ليه في دبي سمع هالحب ابراهيم حبيب قلبي هي هذا سعود الله يحفظه جاي في الدوام وياي في الشفت وعسل على القلب يعلى الله يحفظه ويحفظك رجل والرجال وقليله هذا هو بارك الله فيك مره ثانيه دق لو سمحت يلا 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 حلقات قلبي ما بلازم الناس تسير له بتاكسي اللي يبي يسير لندن بريدج هو قريب من لندن بريدج المحطة القطار الاندرغراوند اللي يوصل الى لندن بريدج يقدر يوصلك بنفس الوقت الى بورو ماركت سنة 34 سنة 43 43 كان المقر السوق هذا لإقامة الجيوش الرومانية هاك الوقت ما كان مختارين حق سوق لا عقب عاد تغير الرأي سنة 1676 انحرق 1676 انحرق السوق عن بكرة أبي ما تم منه صيخ عقب ما انحرق السوق أبطأ مكان خالي ونشوا أبوي وتحاطوا أبوي رجال أعمال والتيار هاك الوقت وبنوا على أنقاض السوق القديم بنوا سوق اللي حين نحن بنيه 1756 بنى السوق ومن هذاك الآن إلى هالآن وهو موجود مثل ما بتشوفونه الحين واللي شافوه العام وعام الأول ولي قبله على سياراتي أنا كل ما أي أزوره ونفس الشيء ولا يتغير فيه أي شيء هو السوق وهي البضاعة وهم الأوادم عاد حد يحيى وحد يموت ما يتمون باجين شيء منهم متدقدقين حليلهم دهراني حين أسمك أنت وياي يعني
هي يتم يموت ما يتم الحيين من كم من سنة الدقدقين. هي اللي متدقدق لازم يقص تذكرة. يعني عمر السوق أكثر عن 1000 سنة. 1000 year. 1000 سنة عمره. شو لين الحين التاكسي خد 13 جنيه. 13 باوند. يعني تقريبا أظن يأخذ ما يقارب 20 باوند لين نوصل. أنا أقيس المسافة بالبيزات، ما أعرف أقيس بالكيلومتر والميل وما أدري شو وما أدري شو، لا يعني أقيس بالبيزات، يعني تقريبا 20 جنيه 22 يأخذ لين نوصل. بنوافيكم المستجدات والحين صايرين السوق هذا الله يحفظكم مخصوص للمزارعين والصيادين، يعرضون بضايعهم الأشياء الطازجة ويبيعونها للجمهور كامل اللي ييجي انت يا لندن، واللي ساكنين في المناطق والأحياء هذه كل شيء موجود هناك عندهم. سنويا بمطار دبي تزاروه في هالسنين كلها وزاره وصلوا مليار، وصل عدد مليار. السوق هذا اللي نحن سايرين له كل سنة 4 ملايين زائر. اي كذا تقاس الأمور. مطار دبي وصل بوي زواره مليار، وهذا بوي سوق بزمه وعراه عمره 1000 سنة. سنويا يجون 4 ملايين. 4 ملايين زائر. 4 ملايين زائر بألف كم يستوي؟ 4 ملايين بألف يعني زاد على سوق مطار دبي ولا أكثر؟ حسبوا عاد، اللي يعرف الحساب يرد علي الخبر. ترى السؤال مصدق ولا ما أمزح؟ أبوي سام إحنا تمينا نرمس وايد وشغلناك ولا خليت تأخذ رايحك ويا أبو خليل ترمسون والسولفون. لا الأمور طيبة يا أبو محمد. أنتوا في شفت واحد دوكم متجابلين هناك إبراهيم. يلا. فلذلك يعني شوي خليه يأخذ فتش منك. هناك حاشرينهم يقولون في الدوام قرقر وقرقر وقرقر. تولين علي حاشريني في الدوام. زي الحين أنت كدمك متولع على إبراهيم. يلا منو ما يتولع علي. قرب الله تبرا. ترى ابوي الطريق يخطفك من خطف على النهر والمبنى السوق هذا في الطرف الثاني باللندن توتر النهر وراك. الحين نحن جريب وايد جريب حيله، نحن مره جريب حيله من البورو ماركت في الطرف الثاني من لندن، ما بعيد وايد ترى 20 22 جنيه ياخذ. ينزلك التاكسي طرف هذا مشاهد هالبناية اللي كانها مدخنة، وهذا أبوي فورو ماركت، هذا المدخل ماله، هاي بدايته، هذا فورو ماركت. شوف العالم طبيعي، نحن ترى ما تريقنا فحاطين في بالنا بنين تريق من المطعم هذا، هب مطعم كان يبيع سندويتشات تقليدية من أقدم الأشياء اللي عندهم. فعندهم نوعين للأكل، شوف العلي ولا هاك الصغار اللي تشوفونه بطاطا يحطون عليه جبن من هالنوع، ها يلطونه وهذا تشوفونه أيوة وخلاف. وشيء النوع الثاني سوري هذا نوع يسخنون الجبنة بهالطريقة يلطونها ويحطونها على العلي ولا هذاك. والنوع الثاني اللي هو السندويتشات هاي ينحط في التوستر، هاي هذا مثلا ايش قايل؟ احب اصور لكم الطريقه من اولها. يسخنون الجبنه وحط اول شيء البطاطا زين، هاي طريقتكم اكل تقليدي، الاكل التقليدي مالهم زين خلاص. ايش قايل؟ هاي طريقته، ما عندي سامحوني بطول عليكم. كان شو اسوي؟ شيء مميز وفنان، حطوا عليه فلفل اسود اظني مليحه، هاي يظهرون هاي يلقونها. وردوا حطوها على هاي. حط ابوي فلفل اسود. ها حط ابوي مع مخلل على ما تبغى. ايوه ونبتي سندويتشات اللي تاخذها العرب. نحب يعطونا لو دريت كم طلبنا زياده
ترى صغار سندويشات. ترى كلها مطاعم وكلها أماكن، لكن هذا المكان مميز من الأماكن العريقة. هذا الجبن اللي عندهم يختلف ونوعيته وطريقة الدوي، يعني مبشرات كل مكان، فلذاك تلقى العالم كلها عنده. وهذا بعد نوع من أنواع الأكل التقليدي اللي عندهم، سندويشة عبارة يحطون فيها نغارة وربيان وما أدري شو، يلفوا لك إياه قرص شباتي. شوف اللاين عليه، كبر عليه، شوف اللي وين. كل هالدنيا تعايش، هاي كل هالخليط اللي تشوفون العالم، ما واحد منهم يعرف الثاني، ولا واحد ربيع ثاني، ولا من نفس القبيلة، ولا بن عمه، ولا من نفس العرق. كل حد أبوي من بلاد، وكل حد من شرق، وكل من حد من غرب، يربط بينهم الاحترام المتبادل. فلذلك تلقط الناس هذا منهم يحلف براس ربيعه، بينك وبينهم بس الاحترام، ما بينك وبينهم التعليق، ولا الهذرة اللي ما لها معنى، أو الرمسة القاصرة، أو المعاية، أو المكاشم، أو الصدع، أو الجانة. كل يمشي في حال سبيله، مدامك تحترم الشخص الآخر وتحترم معتقداته ودينه وثقافته وينية وتنهده، ترى هو بيحترم، فبيت عايشون في سلم دب الحياة. لكنك إذا بتجلس ويا الثاني إلا السيف لي والترس لك حياة. ثم استمرارية الحياة تكون نوع من أنواع الاستحالة، أنك أنت تقدر تتعايش مع إنسان يوميا صدع وديان ونجير، ما تتعايش فيها. تتعايش يوم أنت إنسان تقتنع باللي وياك زينه وشينه، زينه العمرة وشينه العمرة، اللي عليك أنت ما يخصك في اللوادي بتعيش وياها. أما إنهم بيماشونك وبيمشون وياك على اللي أنت تبه، ما يستوي. كل إنسان أبي على هواه بعيشته، في لبسه وأكله وشربه ومعيشته وكلامه، هذا مذهبه من الله خلقه، عروقه هالنمونة من وين يو تنته هالنمونة، ربع على هالنمونة. أنت بتروم تخلف العالم، ما بتروم تخلفه. مازين مازين الحنة، حنة الروايب يا ربي، أنت بتحنية كيف حالك؟ شفت بالله عليك البرتغالي؟ يزقر يرحب. إيش حالك؟ الله يسلمك. كيف أنت باركة؟ أنت من هالشارجة؟ بس إحنا جايين لندن، حد يخسرها المخاسير؟ جايين لندن لعشر. يعلني ما ذوق حزنك يا علال. لا خليت من الله، لا خلاني من بركات الله. نشوف الخالدة عيوني كله تشريب، والله أيش لين دبي برسم الخدمة. من هني الحوت ندور. أنا تأخرت، أتري هذا، ها هذا شوفي، أتري هذا، هذا اللي أخرني. والله هو اللي يأخرني، أنا أجيب الوقت. يعني الله يحفظك يبارك فيك، مبسوطين؟ الله يحفظكم إن شاء الله. أبوي هي ما طاعت خليها أصور ويها، شو أسوي؟ هاي عاد اللمة حينة. كيف حالك؟ الله يحفظك. كيف أنتي؟ ما زين إلا تشالت يا أبو، تشالت روح يسوى البلاد. يعني الله يحفظك. الزين ما يلبس إلا زين. أنت بكبت زينة وظاهر من بلاد فنانة. على الله يحفظك يا قناتي، طول بعمرك. كل سنة تون هلندن؟ اي نعم، مرتين وثلاث. ما شاء الله، مقواك، ما أقول عن شيء. كل سنة رحلة الشتاء والصيف. الله يحفظك إن شاء الله. العرب كلها زايغة، ما أصور لجواتيهم. ما يا ربي، قرب الله تعدو أمك ما زين لجوتيها. إيه والله. أقول لك، أنت وين تعرفيني؟ أنا؟ إيه. يا الله يا أبو، ترى لي أخت القمر. لا، تعرفيني من قبل؟ لا. في عرفت أتلاقى وياك في الوسبة، أتلاقى وياك. أيوة. هاي معرفتك. أي والله. أنا فرحت بشوفك الله يحفظك. كان في خاطر يظهر. يا إله الله حسن. وأنا أحب الناس كلها بعد. نعم نعم، جنة غير ما تنداس. الله يسلم. ما زين الأخويتم تشوفه؟ يا سلام يا سلام. وهاي حيس بعد من غير؟ أنت بكبر جنة. كيو ليه وين حينه؟ ها. صار مسير يومين. الخيبة الخيبة. عند حملة ما شاء الله، الحملة ها. ولكم أبد زغنا بوت، ترى حارة سخة عدل. خير ما قلت لك تبتحرك وترى وترد علي. شوف الله عليكم.
يا ربي ما زين. أيوة ها شو حار جيه جهنم. اي والله بس حلو تصدقني محمد. اي اكيد انه حلو كان العالم هاي كله قبل سيد عليه حار ضو عاده. ابراهيم هذا ابوي ترى من 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 محبينك هذا ريال من محبي اول ما شاف قال وين ابراهيم الله يسلمك محبين عاد من دبا ما شاء يا سعد حظك يا ابراهيم فيكم والله على راسي الله يسلمك يا رب. كنت شرحت كنت تسوق هذا من قبل؟ لا اول مره لي يعني كنت متعودين نصير شباب مروش مروش تقريبا نفسه يعني. فالسنه عاد كنا بنغير ويلا زين زين ما سويتوا الا زين اي نعم. ليلها بنيه بنيه هاي؟ ايه بنيه الله يحفظها. هنوف قولي لي ما شاء الله ما شاء الله يا هنوف. انت ما تبيت الطريق بتاكل تاكل ابوي ما بعد مشكله هاي ام شيخه ايه ايه الله يحفظك الله يحفظك. هذا بداية السوق فواكه خضره ما ادري شو عصائرهم تقليديه فواكه بانواعها يعني كلها انتاج مزارعهم فلذلك يعيبهم ترى مالهم روحهم مال انجليز. كتشبيه انه في شبه من شبربوش لا اكيد لا ما في شبه من شبربوش ابدا. العسل والجام واللحوم والزيتون كل شيء يخطر في البال موجود يعني. والاجبان الاجبان روحها هذه اسطوره. الاجبان روحها هاي اسطوره كاحجام واشكال وانواع يعني شيء طبيعي. وانا ما بخبير في هالمواضيع فلذلك ما اريد اتفلسف في شيء ما اعرفه يعني. كل اللي يجي ما رافضات التصوير زين كيف حالك اول مره تينا ما زين اللون الازرق يا ابو هالملكي فلفل هب بنفسجي الازرق نيلي قولي لي الله يسلمك. لا ما بظهر ما بظهر مدحوب انا يا هلا من هالوين ابوي امس شفتك بالهرج اليوم سبحان الله. وانت ابوي منو انا اخوك ما فيكم شبه شلونكم محمد لا يكون غلطي بكم في المستشفى يا والله مره الله يحفظك يسعدك ربي. من هالوين انت ابوي من قصيم والله والنعم. وانت ابوي من قصيم ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك يعطيك العافيه فيكم بارك فيكم ان شاء الله يا راعي القصيم جايب لنا هذا الشيء. شو الحين داخل؟ سكري. سكري والله السكري انت السكري بلادك اللي جيت منها على اللي ما ذوق حزنك. شكرا شكرا على هالشيء الجميل. جوتيج ايه يلا يجنن كيف حالك؟ خطف مسوي هالزحمه اقول لكم غيث اسلم عليك عليك وعليه مغيث ربيعتنا اللي في ميونخ. لا 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 هاي ما دبي مغيث اسلم عليك بعد سلامة كثير عليك وعليها السلام. ايوه ما اقول لكم السوق فنان ها كل شيء يخطر في البال موجود. اجبان كتب كل شيء كل شيء كل شيء يعني شيء في روحه متعه. اسمك علي السعيد من السعوديه. السعوديه الله يبارك والدينا ووالديك. العام متلاجين ولا العام المسقوف؟ مرحبا والله مرحبا العام في المسقوف والسنه بعدها تحت هالمسقوف العور الله يعطيك ماركت الله يحفظك الله يعطيك عمر سعيده حليلهم. تعرف هذا الرجال ابراهيم توفق يعني يعني علم على نار ولا نار على علم تبي الاثنين قلبي. لا 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 الثاني لانه هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا للعين ما يحتاج يا هب 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 انا بغض النظر عن السابع ودي اكسبك في عشاء. جزاك الله خير الله يحفظك ضروري جزاك الله خير وافي ما تقصر نبي نكسبكم في ديت قلبك ابو محمد فرصه نشوف شوفتك شوفتك تكفي مكسب انا والله ولي. الحين انت ما تبى تصور هذا الرجال اللي صورناه عاده انا بصور ما عليه احنا هم بنصور نصور قوي ما زين ليش ما تبى تصور وخيف اقول له نفس جاكيتي ترى نفس جاكيتي قال لي عندي انا في فرو انت من اي فرو؟ بدون فرو هذا تعال قلنا الفرو كيف حالك؟ الله يحفظك انت من هالشارجه؟ اي نعم من الشارجه شيفك عويسي اي نعم عويسي
لا 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 ما عليه في دمك الحين عن وقت بورو ماركت يا يسلم عليك هنا لو دقيقتين والله تيك عيوني وين ما تكون جزاك الله خير ما يحتاج هالعلوة 22 جنيه دافع التاكسي تعطيتي 5 جنيه وانا بكبري بيي اول بعد شو اسمك والله والنعم انا يدتي اسمها حصه زي ام ابويا واختي العود اسمها حصه لك اختي العود كبيره مهندسين لا لا قلت سباق مين في حاميه اللهب مين هذه كرهتي عارفينها لا لا فهي حصه كبيره مهندسين فانت لازم تكوني مهندسه شراته زينه اوكي حصه عندك مثل ما تشوفون المكان مكتظ في العالم خلق الله وما خلق المكان جميل ويسوى العنوة ويستاهل من يجي ويعني له تسد تشوفون أشياء ما شفناها من قبل ها شو القطار له طريق ترى من جميع المحطات يجيبك لين مكانك هذا هي حافظ زين يجيبك لين وين ما تكون يجيبك تقليدي قديم جميل ما ودك تفارج من زينه ما يحصل دوم اقف في محطة القطار شيء اللي تروم توصله انت البنادم حتى بخمس دقائق لكن نحن ما فينا نركب قطارات الناس كلها تيجي بالقطار نحن ما جينا بالقطار ما شيء وهو في الدنيا ما موجود ها شفتوا خبزهم ها كله خبز القرويين خبز القرويين قرب الله في القرويين حتى خبزهم فنان ترى كل شيء فنان تلقطون عند الفقارة كل شيء فنان تلقطون تازون في الفقارة اي والله الطبقة الكادحة يسمونها أوه. كل شيء زين عندهم ما شيء يخطر في بالك إلا تلقطع عندهم حتى طريقة ترتيبهم للأجبان العرض مالهم عرض الجبن روحه يختلف يحطوا لك الطعيم اللي يطعم يعني شوف طريقة قص الكيك الكيك هو الجبن ها شوف الله عليك خيط ها شوف نحن والله طول هالفترة تحرم ستين يقصونه فرشرات السيب يا فادت هذا ابو الفقع الفقع الاسود اغلى نوع فقع فيه شتي الدنيا العود ها شوفي حبه وحده 13 باوند شوف هذا شوف الفقع فقع وزبيدي وهناك مسوين ابوي اتشار فقع اتشار زبيدي اتشار ها مسوي شارات المربى ها. كل شيء مسوي له ترتيب ها اتشار فقع وزبيدي كم انتوا هناك فقع وزبيدي فقع خلاص بعد النوع الأسود أغلى ما يكون ها ثلاث أربع نمونات شوفوا كم أسعاره تحرون غالي اللي عندكم حتى أبوي عندهم غالي مسوين منه أبوي الآتشار مسوين منه المربى مسوين منه كل شيء في الدنيا العودة وأول ما يبطلون لازم يتنشقون ها لازم يتروحونه ولا ما يأخذونه قبل ما يتروحونه لازم ريحته تكون فوتخ وقوية أنا ما تروح تروحي يا سلام سلام والله ريح تخنينه سبحانك يا رب ما شيء غلبهم كله موجود ابوي في بورو ماركت في لندن ها زبيدي بانواعه شيء مخلل شيء منتب مقطعين صغار لك نمونه ونمونه كل هذا في بورو ماركت شو العالم ها امه لا اله الا الله جاي مخصوص ابوي تشرود من بضاعه بورو ماركت اللحوم بنعامها بنواعها مال خرفان مال ها مال بفلو الكبار ثور الوحشي شو بقول الكافيار شو 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 اللاين شو العالم شو العالم يا رب البيت والحرم يا اخي خلوق يا اخي خلوق ها هذا تجاينا العام هذا يبيع ارانب ويبيع شنقوان وقبقوب شو بقولكم ماشي حتى قبوب بنواعها كل شيء عندهم هذا هني الحين صورته لحم الغزال لا هذا كعب الغزال يا متحني بدم الغزال
ايوه لحم الغزلان ولحم الضبع ولحم الكنغر ولحم حتى لحم الكلاب يبتاع عندهم. يا ربي كل هالعرب ابوي هالوادم كلها وأمة لا اله الا الله شو ياس ابوي قاضين ابوي تريون ها البايله كل البايله ها على ما تشوفوا ما شايف الدنيا ما في هال شيء العود تبسي هذا تبسي يلا هذاك محار ما شوف اقولكم امور ما انزل الله بها من سلطان وين اخر مره مصورين في وين؟ في فايت بار من الكريسماس. زين حط شيء زين ولا ما زين؟ شوي شو تاكل انت؟ باستا بقبوب. هذا اللي كان يستحي ترى والله واليوم ضحى خاز اليوم مستحى ما شاورني اليوم. زين هذا شو حينه؟ باستا بقبوب. هذا صوار ها؟ صوار بسم الله شعيب ابراهيم خبري شو الصوات؟ انت صاحب الشان انت صاحب الشان وانت خبر اللي منكم باي اسبوع الجاي مثلا السبت لا يتريق اي يتريق في هالمكان يحط في باله انه بيتريق في بورو ماركت لا يتريق ابوي في بيته لا من هبتي بتطمش وبتتفرج وبتتريق مرة عن مرتين حد رابس شو الكيك هذا كيك تقليدي مالهم بعد شو أقولكم أمور عندهم أشياء والله يا أبوك ما شفنا شراتة بالدنيا العودة وشيء امتداد عاد هذا حين شارع يخطف بك جميع الخناخيش كلها أشياء قديمة هي بي اللاين هكا مطوله ابني هالدكان ما يندر شي يبيعون اشوف ضويل عليه شو ظنكم شو يبيعون ظنكم هي قهوه هذا بس قهوه يبيعون قهوه هاي محمصه ما قلت بعد ريحه القهوه تفوتك ايوه يا سلام سلام جيته عام الأول هالدكان هذا دكان ما يبيع إلا جبن جيته عام الأول وطلبت من كمية وخدته كان أنتوا كلتوا وأنا كلته نسيته في الثلاجة وخطف الشهر الأولي والثاني والثالث ونسيته الحين اتذكرته أكيد عقو هي والله هذا تبعه وحيد كان لاين خلق الله ما خلق وتريت والله مدة شو الديكور ها ما زينه وتريت ساعتين ثلاث لين عطوني سامان اللي أبا يا ليتني كلت غميضة شوف شو الجبن شو له فرفوم فرفوم خلنا محل هذا مال كوفي اوكي خلنا محل مال كوفي سوي لنا كوفي قلنا لهم اعطونا كوفي مالكم وجابوا لنا ماء ابراهيم قال لي بماء كي اوبن ذس وان بليز هذا ماء عادي يلا ابراهيم اكيد عادي هي عيشو عيد اللي تو صورته حق هذا حق ربعك خب مثل ما خبرت ربع صور حقي انا حينه شفنا ماي هي يابونا هذا القوطي انا فكرت عصير هي وخلاص طلع ماي لكن زين ولا لا اكيد زين ما هاي ما مطر في لندن العوده هاي ما بزين دم هي كل شيء زين كل شيء زين يعني الله يحافظك يا ابراهيم يعني هاي خناخيش ها من ضمن الخناخيش الله يا ابوك منها لندن ما تتودع قميضه هاللي ياسين في الفنادق قميضة هاللي ياسين في الفنادق ليلهم بنهارهم ولا يتحركوا اسميك يا ابراهيم اسميك انت مشكله يدك تلاكش وريولك تلاكش تلاكش كيف شو اللي عقه شو اللي عقه هذا هم حاطينه مو بعد صافينه ابو محمد ولا انت لاط منه لا حشه وهل يتكوت تو الشيء عيال هذا من هو عندهم مهب اليوم هو عقه
كل شيء بيرد علي أنا. لا يدي عيل. 50,000 50,000 كل واحدة منكم 50,000 يا رندوكم جوتي هذا عرس ما شاء الله مهرجان يا ربي. لا لا طير لا تطرين سامي لا تقولي يا سامي لا تقولي يا سامي سأسجل بسجل يا ويلك. لا والله لا صورني صورني تتبين تعالي زين تعالي السلام عليكم يا ربي انت شكلك مهلاقة وسندريلا تعالي تعالي سندريلا هاي تي تعالي تبنو سلامة انتي فاطمه لازم هاي اللي عليهم تعالي انتي تعالي تبنوه سلام علي انتي سلام علي هاي علي علي بعد علي علي سلام علي حمد علي لا فاطمه علي فاطمه سيف ها ولا سكينه علي حليلا ثانية سويت محلة ما يخصك انت ما يخص فينا انت امك شلون ما صور ما ظهرنا وياها شوفي صور سويت المحلة شوف وطرشنا ومدحتو وسوينا هاك اللي سوت المغربيه هي هي. اصلا بريتزل هي هي. اصلا انزين وانتي ليش ونزلت فكينا من شرك انت ما قصد فينا الحين بصور هي والله العظيم قول هن ابراهيم هاي متعاني بالصرفه هاي بنت تلو الله عطنا شويه طول بس سوي المنكر الحمد لله انها هالكبيره لا لا ما شاء الله يا ربي ما زين الا جاكيته ما بخيار اخيار وليش تصيحين نسابك انا اسوي شتات شو بتسوي لي شتات شتات حمزه منو بيتابع عندك انتي منو بيتابع حين يبونا يظهر عندي انا سوي شتات الله اكبر عليك انتي والله ابراهيم شو الحل كل حد زعلان علي حينه كلهم يبون حسابك زين عطوا حدا عطاك الله شري وياهم سعود شكرا على هالجوله الجميله معاك اول مره ابراهيم يسوي شيء جميل وزين ان عرفنا عليك يعني الله يحفظك مشكور يا سعود مشكور ناتي الان الى ختام حلقتنا والتمشي فيها السوق الفنان اللي ما شيء شرات اللي هو سوق بورو بورو حبورو قرب الله ته شاسمه سوق شاسمه ها سوق شاسمه نسيت اسمه بورو بورو ماركت اسمه وايد فنان ضروري ضروري يا ربي العال انا ابوه شوف الليل شوف الليل مطوله كل ابو حق هذا ربيان ونغاره ربيان ونغاره والله ريحته خنينه شباتي وما ادري شو يا سلام هذا مال سمك شو بقولكم اللي بيب ولا يتريق اهم شيء في الموضوع هذا اول محل اول ماتي عند البوابه مال بورو اهم شيء تريقون وين نحن تريق هلو هاو ار يو هلو 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 Thank you very much. Thank It you. Was very good sandwiches. Thank you. Believe me. Thank very you. Good والله. Thank you. لا أنا أبو تكلمت بالإنجليزي. حليل هم ده. Hello Superman. Yes. Hey our selfie. لا فادي بلا فوز. والله يا سلام ما شاء الله عليكم. How are you? Good. Thank you. What happy birthday? Thank you. عندنا موعد الساعة كم تعال شي حق هالمدخن هذا المدخنة عندنا موعد المدخنة هي هي لا أقول لك عندنا موعد الساعة 3:30 أكيد مع جماعة أكيد حين نحن الساعة هنتين قضينا شغلنا وجينا المكان وتريقنا وتكشتنا وضحكنا وسولفنا شفنا العرب والعرب شافتنا المقترح وين تبغانا نسير الفندق زين نصلي ظهر وعصر ايه نطلع توكلنا اوكي راي فنان جو هيد ايش رايك انت فيصل فيصل ولا سعود انزين سعود وفيصل اخوان لا هي ولا الاخوان لا 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 لا, لا اسامي لا كره الله ترد غمه اسامي ملوك هاي ايه كلام هذا اسامي ملوك اخوان لا هذا نحن اللي نقول شو توك قلت شو مبصينك يبون الشباب؟
يسوون عطر ثمين. هي والبيزات على مين؟ عليهم ادفع انا كل واحد بلف. والله والله بعد ما جبت يلا قرقشوا قرقشوا اللي بعطورات من عند سعود ابويا ما شيء اسمه ببلاش. ايه تسمعون انتم خاصه الجروب هذا مال سعود اللي مسوي له زنبعه وقرقرقرقرقرقرقر فقير الله نوت ينطح نوت. اي نعم وش رايكم محمد؟ ما شيء الكلام واجه ها صح زين بالله عليكم بسيط. يبون ثمين؟ يبون ثمين والله. انت تعرف انا اللي شايل انت؟ لا والله حلفت الله. اي والله الله عزيز يا رب الابتسام يا صوت. في ذمتك ما تعرف؟ والله ما اعرف. ما اعرف انا ما قلت له ليش؟ ما قلت له؟ نعم. الحين بنرويك فيديو وخلاص بتعرف. قلنا للتاكسي بوي نزلنا قرب سلفرج بنسير الكوفي اللي قلت لكم اياه هذا مال ناخذ لنا قهوه وبنسير فندقي بنصلي وبنتلبس وبنسير عندي موعد الساعه 3:30. وينك؟ الساعة 3:30 عندنا موعد ويا جماعة إذا كان في تسجيل ولا تصوير سجلنا هذا موعدنا الساعة 3:30 و السلام عليكم دورون زين وين أدورك؟ حد قالك تذكرني؟ ليلة أشر على هلا زين عندنا موعد الساعة 3:30 فبنسير تاكسي بعد من فندقنا لين فندق اللي فيه الموعد زين هذا اليوم الموعد مال الساعة 3:30 عندنا معزومين على العشاء اليوم الساعة 9:30 هل إنه بيكون في تصوير أو إنه اللقاء معلن؟ يعني معلن يعني بما معناه إنه بيكون في تصوير في المكان بيسوي رمز حديث هي شخصية عامة نحن اللي معزومين عندها اليوم المساء إن شاء الله على العشاء شخصية عامة ما بشخصية خاصة شخصية وايد مرموقة في وسط الخدمات الإنسانية وإن شاء الله إذا في تصوير بنخبركم بعد حتى إذا ما في تصوير بعد بنخبركم ونحن الحين سايرين أبوي هاك المقهى هناك نسيت والله شو يسمونه كل يوم أسير أشرب عند قهوة غير نسيت الحين ما ذكرت شو اسمه وين فندقنا أول شيء بدنا نشرب قهوة الله هنك ليش؟ قولي هذا الفندق فين صاحبنا؟ خلي خوز عق هذا؟ لا ها؟ فانيلا وشوكليت قول لي ما شاء الله عليكم ما شاء الله خبر عليك حمر عين بعد ما فينا يبوك على حمر عين ما فينا على هالراس الخيمة ونقمتهم يبوكم الله يحفظكم شلوا ربيعنا رب الله تصورين وياي ايش حالك بخير كيف انتي الحمد لله شو هذا تسوي تشيز شو هذا في بيب حلاوه والله في حلاوه زيختيني بسم الله عليك الاستاذه الفاضله الاخت العزيزه عزة سليمان عضو المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة شرفت بشوفك الله يسلمك يعني الله يحفظك ويبارك فيك احنا اكثر اجازة سعيدة للجميع باذن الله شو رايك في الاجواء الفنانة اجواء جميلة نحتاج اجازة نجدد طاقتنا الايجابية انت ظاهرة اصلا من دار كلها ايجابية ايجابية الحمد لله الحمد لله ودار تسامح والسنة ان شاء الله سنة تسامح وخير فضل من الله سبحانه الحمد لله تعالى. ان شاء الله على الجميع امين يا رب ونحن بالمثل بارك الله فيك اجازه سعيده اجازه سعيده خير الله يحفظك شدعت الله شكرا جزيلا الله يسلمك فرحت بشوفك واستانست ويعلى الله يحفظك يطرح فيك البركه ويمد بجلك بما ينفع فيك البشر والبشريه الدار والعباد الدار والعباد مشكوره مشكوره انت تنتمين الى اسره طيبه طيبه اولا تنتمين الى الاسره الاماراتيه ثانيا طائفتكم كلها فنانين كل يوم القط حد منهم يعلى الله يبارك فيك وفيهم رد السلام غناتي فداك الله السلام قبل التصوير تخبرين انت منو بطي عبد الله البادي والله والنعم يا مرحبا بطي بطي اي صف انت زين انت تشابه منو خوالك ولا عمامك يعني تشابه قوم امك ولا قوم ابوك امي افتكيت ما تشابه قوم ابوك
خب الحين الناس منو اللي عاز مني انا؟ انت لا تطري هذه مساعدنا. منو عاز مني انا؟ اي شو اسمك انت؟ عمار احمد السكر. والله والنعم والنعم بعمار. مشكور حبيبي على هالدعوه الجميله وانا قبلتها لاني احب كل انسان مثقف فنان ويعني ملبق وانا قبلت هالدعوه لجل باغك على هالانجلش بريكفاستي وهالسويت ابراهيم معنا هالبطل الفنان. شو اسمك؟ والله والنعم 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 يا ابو احمد. يوم بتي اول ولد بسميه احمد ولا شو بتسميه؟ انت شو في خاطرك؟ تعال الله يحفظك. ابو ليمون جراس ان جنجر هذا مالي انا. وحين ما شاء الله ابراهيم وانا بنغيل بنعين من الله خير. واليوم كل عزايم بعزايم. واليوم على فكره بما ادعين على عشاء خبرتكم انه بيكون عند شخصيه عامه. فاذا الله راد اذا اتيحت لي الفرصه اخبر منو بقول، اذا ما رمت ولا بخبركم في كل الاحوال بخبركم. اصلا ما رمى يود عنكم شيء. I can't hear you. Yes, so on top level you have these two type of scone, which are plain one and cranberry scone. Uh-huh. And the mid level you have the selection of sweets. This one is a Christmas bubble. It's a pecan vanilla Christmas treat. And this one is black currants and fig nuts. This one is chocolate Earl Grey and Bagma Yulu. Hey. Yes. And the bottom level you have the selection of sandwich. This one is without pork. So you have this salmon, carnation chicken, Persian cucumbers, truffle eggs, and cucumbers. Thank you very much. Thank you. You know who's this guy? This guy. No. His name is Ibrahim. 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 Yes. Ibrahim Ad-Dahri. Yes. Thank you. Nice to meet you. And also on this side, you have this lovely jam. Please. Yes. What? Uh-huh. On the side you have this jam for the school, which are mandarin pine nuts, uh-huh. So dry fruit and cloves. Okay, thank you very much. Thank you, Ibrahim. You're welcome, my friend. Thank you. Ibrahim, لو سمحت. نحن في أي فندق؟ ها؟ نحن في أي فندق؟ Four season. ضحك الصقعة هاي ما بمال فور سيزن لو سمحت يعني. تيمل الله يرحم والديك. من نظهر من حويهم من فندقهم رد ويضحك على هواك. إن شاء الله إن شاء الله. مرة بمرة خطف حين الجاية هذه ما خطف جدة فندقية إلا في الظلام. ولا روم اصور لكم المنظر هذا اللي تحيدونه الجميل الفندق اللي كله شير. ها شوفوا كم دور. دور الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 10 ادوار الشيره الحبايه هاي راجي لين فوق من تحت لين مره قمه البنايه. شفت ابراهيم؟ بلاك بوجه. وين شفته وانت ارمس كنا؟ خضر. هي هناك. ولا هالشير مسوينا؟ لا لا حاب تسوين بعد اضاءات خضراء من فوق. اه اوكي. اي والله شيء جميل. الجيجا مالات تليفوني ابوي يوقفن. وين ابراهيم؟ يا ربي يا ابراهيم. اقول لكم الجيجا مالات تليفوني وقفن. تشوفون ابراهيم؟ ما اروح ما اشوفه. الله وين؟ الله العظيم. اقول لكم الجيجا وقفت مال تليفوني. صرت البارحه عطيت تنبيزات وضافوهن انزين وحين ما شيء ضافوهن لو انا استعملت الاوليات باجيات نص جيجا كان هلو جيجتين. فالحين قال ابوي سر فودافون وقولهم اقرب فودافون لفندق الفور سيزن اللي كنا تو معزومين فيه على القهوه اللي هو عدال الريتز كارلتون فندق الريتز هذاك. فالحين ساير هناك شيء قريب عداله مال فودافون وقولوا لهم بيردون الجيجا مالاتكم.
ونحن الحين عانين احسن. هنا عندهم فودافون و البارح مثل ما قلت لكم دفعت المبلغ مال تغطية مال اني اشتريت يعني 20 جي بي من فودافون دفعت وفعلوها لان كان عندي انا اوريدي باجي من 20 جي بي اللي من اول ما جيت باجيات ما يقارب جي بي ونص. خلصنا الجي بي والنص وعلى اساس انه على اساس انهن يدخلن العشرين جي بي ليداد اليوم. فحين يوم سرت عندهم قالوا والله ما دخلن، لازم اول شيء خلصن مره وعقب يدخلن تينا وندخلن. ترى ابوي من يخلصن هاي لاك يحطون المبلغ الكاش عندك في التليفون في حسب سريع يعني لحظة وحدة خلصنا البيزات، يعني تجوال يحسب نظام تجوال، في نظام التجوال يشفطهن مرة وحدة، فلازم يخلص الرصيد اللي عندك كامل وعقب تصير تعبي. فهذا اللي عاد أنا استوى حفظكم، أنا عندي هذا اللي استوى وطارا نشوف العشرين جي بي في جيلي يا رب ارحم. ونشينا وحطينا بوي من يد ويديد بيزات، وحين بنقبض الطريق هذا لين مرة يودينا لين شو اسمه لين اكسفورد، ومن هناك بنصير شالين فندقنا وبنعين من الله خير بنستريح وبنليج في ارض الله. يلا ابراهيم زين، وبنليج في ارض الله بنريح وخلاف بنصير معزومين على العشاء. وين قلت لكم هل انه نروم ناطري ما نروم ناطري؟ العلم عند الله، يعني ما ادري هل انه مسموح ولا ما بمسموح. لين نصير ونجلس ويا الجماعه ليه عازمين على العشاء؟ هل انه هو عشاء عمل يعني بيني وبينكم؟ مثل الحين ترى القهوه اللي تونا سايرين لها الجلسه، جلسه القهوه المعزوم على قهوه في فندق الفور سيزن، كان يعني مثل على جلسه فاله عمل او كوفي عمل ما يسمونه عاد، هو لا بغداء عمل ولا بعشاء عمل ولا ريوق عمل. شو تسرط انت؟ شو تاكل؟ بتندحق يا رجال. ما تندحق. ايوه. وانت؟ لا. شكرا. ما اني ما تفكر بتاكله. تعرف لي ما شاء الله رهيب؟ تعرف لي ما شاء الله عليك؟ خبز ديني حبيبي. ما شاء الله عليك ما شاء الله. الله يبارك فيك. الحين في هالمكان الفنان الغاوي. ترى عمان يوم يقول لك عمان كلها دروب. وين ما تصير يوديك. هذا كله ابوي كلهن السكيك هايل يصبن على او يصبن في اكسفورد، وانت ساير وانت ساير سيد ابوي يوديك لين اكسفورد. لا يحتاج لا تشرج ولا تغرب، هاي يمكنك عمان كلها دروب. هاي عمان ابوي كلها دروب. هناك وين كنا قبل شوية؟ وين فودافون. خلصنا من فودافون مشينا 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 في نص البنايات، في نص البنايات يكون شيء خنخوش. هذا الخنخوش ابوي استغلوه سووا ابوي هالمبنى دكاكين عاد على يمينه وعلى يساره وحطوا تصوريني ما حد قالت ابو ظهرتي عاد الحين في التليفون. الله يسلم. الله يسلمك يا الله. رقيص رقم واحد شفتي. صدقك. الله يبارك فيك. شكرا 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 اختي. فاستغلوا والله حفظكم الخنخوش هذا فبنوا هالبنايه صغيرونه، حطوا ابوي دكاكين سطره على اليمين وعلى اليسار وسووا قبه وسووا هالمنظر الجمالي الروعه. وعطوا ابوي هذا للايتام، هذا اليمين ليتام الاولاد وهذا اليسار ليتام البنيات. والحمد لله جزاهم الله. ابراهيم اقول تاليف. ليش تاليف؟ ها؟ نفس قصه امس. جريب جريب من قصة أمس. جريب ها؟ إيه. والله يا أبوك ما ودك تودر المشي لو ما بالرقاد والصلاة ما سرنا الفندق بس لأجل أنك تصير تصلي. واللي يا أبوك هالشوارع ما تشبع من المشي فيهن. والله أنا أبوك طفع الدالي تكفي عند خاصرته. هب 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 هب. كنا وما زلنا نتمشى في نيو بولت ستريت.
أنا والأخ الفاضل إبراهيم توفيج الظاهري ومتوجهين سائرين الفندق بس حق شو بعد متوجهين سائرين الفندق ناخذها مشي إن شاء الله تمشى واحد وهنتين واحد وهنتين وبنسير الفندق عين الله خير بس هي اللي رمزة اللي نرضى الثاني نمشي ونريح نمشي ونريح ما ناخذها سنت واحدة وهذا الأخ أبو خليل جالس شو طلبت أنت إبراهيم ماذا بيصيرون يعصبون علي بعد يقولون أنت في لندن وتشرب هالشيء شو هو شو عاد هذا إذا كابتشين شو المشكلة يعني لا لا اللي ما يعيبهم يوم تصير مكان اختصاصه القهوة هاي اللي عدال سيلفريج شو اسمه هاك اللي سماله شو طلبت انت منهم وزعلوا طلبت ناس كافيه كأنك ساير كأنك داقنهم على ما اشرب هالكوفي ابدا زي هم عاد هم ما يدوبك لا هم ما دروا ان جنابك تبي نسكافيه هاي شركة غير طالب نسكافيه ما يستوي زعلوا نقموك نقمه ما شيء كبرها I don't care حبيبي نفر أشكر أنك هي أبسلوت يا رك الله شان تبا أهلين أحييك عمي أهلين أبوي كيف حالك حمد سيل خيلي موصل يا سلام عليك عمي قول والله والله عليك وعليه السلام الله يخليك قال لك علي أنا ولا بعد إبراهيم على والتوفيق بعد على إبراهيم والتوفيق يا سلام يا سلام توفيق جاي لك سلام خصوصي الله يخليك عمي الله يحفظكم حبيبي مصور ياك عاد عمي يلا غاية حبيبي يلا خيبة عمي عاد تصور من عندك ما علي لك هذا الرجال منو الحين عرفنا هذا الرجال منو أنا أحمد أبو واحد وهذا محمد الحداد زين وهذا ابراهيم والتوفيق معروف محمد الهاشمي والله والنعم وانا خالد الخالدي اشكر الله يخليك الله يحفظك ليش تحس راسك ليش تحس راسك هاي اخر مره تسافر وياي خلاص كل حد بيكلم كل الجو عني عاد نحن ما نشوف الا في سنابك كل الجو عني يلا انت ما صورت اياها بيسرقنا عندي الحين عمي ها اي والله بيسرق المعجبين والمعجبات اي ها بس عاده وين يصورون هذا هذه زين ليش تحس راسك ها؟ ليش تحيس راسك؟ يلا في مال الله مع السلامة بس عادة بس ما يسوى لك سبب انت عين ابو بعد تبنو عليكم السلام زين تبنو قبل والله والنعم وهذا اللي وراي منو هذا اللي وراك ما عرفه البياح اللي جايين هاك اليوم هم قيوين زين بعد يبارك جرب ياحنا نحن بس تريا ان شاء الله بس شو اسمك انت راشد بن فاضل والله والنعم والنعم كيف ما تعرف هذا الشاب الفنان ما اعرف ابراهيم بن توفيق ظاهري والنعم ايه والنعم العيد العيد اقول لك هاي لاك من اربعك اول بادي هل ياس يصور الحين ما يتحرنا نصوره تعجي هذاك منو اللي صورنا هذاك مصبح هذا مصبح هذا الغليظ يوسف هذا هذا يوسف الغليظ يوسف وهذاك مصبح ها ابراهيم قلت لهم صورناها قلت لهم حليل هو من يد ويديد ابوي مره ثانيه بعرف السلفرج اي والله واللي مضيعت لنا همه فتبدا طبوي في السلفرج شوف الخلوق لا خفة ولا سيات اللي يزيدون العرب اليوم كل يبيعون يشترون في السلفرج يروحوا ما أكثر عن التراب تر لونج تايم اليوم اليوم الهي أيوة اليوم يوم الهي يوم اليوم الهي yesterday it was يوم لا لا today يوم الهي that's amazing good to be here exciting nice to meet you again yeah good to see you how many months it's been a while about 7 months now 8 months yeah incredible I miss you yeah I miss you more yeah you were here on Christmas Eve and I missed you then didn't I Didn't see you. Yeah. Anyway, yeah, nice to meet you. Good to see you. Thank you. Thank you.
الحين انت ود بالكون حالك فديت ابوك انا تدري ابوك شو سالفه تقابل قابل ابوك ما يخلص الا المزايد والله ما يمشي معاملات الا المزايد لا تفضح انت لانه ابوك روحه فنان ضرب الله ابوك حد شل زين ابوك محمد الكور هذا زين كله خفيف خفيف تعال هذا بعد ولد حمد الكور احلف والله والله اسمي انتاج ابوك قوي والله انتاج ابوك لكنك العام نسيتني نسيتك عاد يا ابوك نسيتك حالك لا خريتك ما شاء الله انتاج ابوك وايد فنان انتاج اللي الحين بيشوفنا الحين بيقولنا خبرته يا مرحبا يا مرحبا تعرفون هالريال منو؟ هذا ما يحتاج ابراهيم بن توفيق نعم الظاهري من هالعيد نعم نعم هذا ابوهم هذا ابوهم مال بطل رالي الاول ابو ظبي مال السباق واللعب بالكور حمد زين شيء مرحبا والله ولا مليون ولا يسد شو اخذت من ثمين وايد خذنا كله من دعاياتك من دعاياتك ان شاء الله عليك يا ما شاء الله انت من هالشعم اي نعم زين زين سلم ابوي على شعم ومن سكن فيها كلهم جميعا الله يحفظك الله يبارك فيك والله تبارك ابو محمد من قوة الرجال هذا هذا يا ابو ما حد يسوى يسوى نوم العيد الله لا يفرككم امين الله لا يفرككم قال والله عليك يقول يا ابو محمد يا عريب المجنى يا عنك من يزبنك ما ينظامي يلي وسع صدرك يا ابو محمد في لندن وطيبة قلبك تميزت عن باقي الخلاني لاني بعرضها يا ابو محمد ولا قايل الا عليك راعي المقامه اسامي شيخ يا ابو محمد لو اني ما مدحت قولك شككت في قوميتي واسلامي وسلام لك يا ابو محمد ان المزاريع كلهم يا راعي المقامه لا خلينا نطاري المزاريع نحن ما بالله هو انا وانت وهو اول بعد شو اسمك؟ حور حور وانت؟ علي علي وين انت؟ الامارات انت من الامارات وين؟ إيمان إيمان فيها النمور الجميلين الله يحفظكم مليون مرحبا أهلين أهلين وسهلين والله أنت شرف والله هلا هلا والله أنت شرف فيك حالك الله يحفظك الله يحفظك سلمك والله مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مليون شرف فيك والله تسلم وجه طيب وأنت طيب الله يسلمك سلام يا طيب أنا لابسين أورنج أنا أورنج وأنت أورنج كيف يعني؟ كنا نفس الشيء إي والله سبحان الله رقم واحد رقم واحد ونص الله يحفظك قلنا منو؟ يعقوب الابيض هذا الابيض؟ إيه. محمد احمد الشامسي ما شاء الله عليك والله والنعم 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 منور اهلين اهلين انت الحين ما عرفت عيد محمد سيف الشحي نعم بلا هيك تيم ثلجه توك سلم انا ابو تصحى نادر تلقى شحي دي بارد تصحى الله يحفظك شوف ابوي هاي تغار ليش؟ هي قالت ليش تصوره؟ ليش لا تصوره سوي يظهر للجمهور 40 سنه وانت حاكرتنا خلي يشوفنا شوف ذكريه تتحسب عمري بعيني بعين شبابيه لا عليك الرحمه الله يحفظك ايش حالك خالد خالد ما يد بالثنيه والله والنعم 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 تكون وين ابوي؟ من دبي ادري وين عاد وين ساكنين؟ وين ساكنين في الحياه طالت عمرك ساكنين في المنخول رمس الله العيد وقبل قبل كنا بالجاهليه سنين الأولية إيه جاهلين قبل أيوة. كنا برفع ولا قبل في شندقة في شندقة حين بأخذ دي تيس كان هذه أنت منو آتش وهاي منو لابس البنفسجي لابس البيربل شفتي محلات البيربل أنا لابس البيربل عشان الخال الله يسلم حبيب 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 الطامي الطامي بسم الله عليك الرحمن الرحيم عدالي أول بادي أنت منوه؟ وأنت منوه؟ ما؟ وأنت منوه؟ شمّة منو بيحبني أول واحد فيك؟ أشكر فنّد وأنت؟ أيوة وأنت؟ Thank you Thank you girl محلاك بسم الله عليك صح 100 واللي قبل لا من ملاقه شويه Where do you come from انا
اصل من الصومال. ايوه ما شاء الله عليك ما شاء الله. انا بخير ما شاء الله. اهلا وسهلا يا والله مرة. صومالي تأدب انا هي. اصل من حضرموت يمن. هي عاد يعني صومالي تقليد. ايوه ما في اوريجينال. لا لا ايه قلت انا. بارك الله فيك. بارك. هذا المطعم زين كويت احسن يعني نمبر 1 ريستوران سي فود والله فنانه. شكرا جزيلا بارك الله فيك. اقولكم هذا المطعم ها اللي جايين عسب نحن في هالمكان والله حتى ما اعرف اسمه بنص هالدنيا وهالصليج كامل. المكان مال كمبانيه هالمطعم ها ابراهيم هالمطعم مال كمبانيه كبار. هذا المطعم نحن اللي جايبينه وهذا هو بعد اسمه ما ندري من ناحيه شو. على الله يحفظكم انا اول ما ظهرت من ساعه قلت لكم معزوم على عشاء وما قطعت اخبر عند منو يا اخي لاني بعدني ما اخذت الجرين لايت يعني او الضوء الاخضر. فلذلك الله يحفظكم انا معزوم اليوم عند الاميره نوف بنت عبد الرحمن ال سعود. حياك الله. مساك الله خير طال عمرك. الله يحييك. مساك الله بالخير والنور والسرور. الله يخليك ويحييك. اهلا وسهلا. شرفتني بالعزومه اللي عندكم. مساك الله كل خير. الله يحييك انت وابراهيم يا رب. الله يخليك. شكرا على حسن الضيافه. شكرا على الاستقبال. شكرا على البشاشه. ما منك قصور يا بنت عبد الرحمن. ما منك قصور. الله يحفظك. ايوه هذا ابويا اول تدليع حملنا. ها وات از ذات؟ اوريغانو فريش اوريغانو. ايوه اوكي انجوي. اي ثانك يو. هذا هذا يحق امسون وياه هذا. What is that, please? It's a courgette, zucchini eggplant fried, tzatziki and saganaki cheese. You need to destroy it and dip the courgette in the tzatziki. You will do it, please, for us. Of course. Thank you. I love to destroy it. Thank you. والله قال شيء وهذا كان ما أعرف شو. قلنا نتسوى. مفروض تسوي شيء. أيوة. Can I? Yes. Hey. والله لو ما سوى هو من يعرف انه شيء داخله هذا. ثانك يو فيري ماتش. ترى بيليان وكوسه كله مقلى وداخل عادي ما ادري شو وجبن علي داخل جبن. ها هذا ايوه هاي جبنه جبنه وكوسه وبيليان وهذاك الصوص ماله. سمو الاميره نوف بنت عبد الرحمن مساك الله بالخير. يا مرحبا طال عمرك. شو حلمك بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة؟ الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لنا احنا نسميهم أشخاص ذوي الإعاقة لأن حقوق الإنسان عام 2017 أقرت هذا الاسم بالنسبة لنا. وحلمي لهم أن نصير الوصول الشامل في العالم العربي. الوصول الشامل إيش معناه؟ تمهيد الطريق لهم، إزالة العوائق، يعني مثل النقاط اللي تحط في الشارع على الرصيف عند التقاطع، هذه للأشخاص كضعاف البصر أو كفيفي البصر عشان يعرفون أن يوجد تقاطع. إشارة المرور لما ترن تعلمهم أن الإشارة فتحت وأن سيفتك تتحرك وتقطع الشارع. غرف القياس لما يدخلون يلقونها مكان رحب وسعة مريحة لهم. هذا يعني أبسط حقوقهم أن يعيشون معيشة كريمة. لما تمهد لهم الطرق السلايد لما يصير بنفس الانحناء اللي واحد سنتي كل ارتفاع واحد سنتي له 17 سنتي ميلان. هذا من حقه له عشان ياخذ حريته بالكرسي ويتحرك بحرية. في أشياء كثيرة لما توفر لهم بالوصول الشامل زلنا مع تقريبا جميع الإعاقات ومهدنا لهم الطريق حتى يصلوا لأهدافهم بسهولة. وأهم شيء ما ننظر لهم نظرة عطف. هم أشخاص أقوياء يستطيعون يصلون لجميع أحلامهم وطموحاتهم بس نزيل العوائق عن طرقهم. وهذا الحلم إن شاء الله يتحقق في العالم العربي كله بإذن الله. وأتمنى بعد كمان الناس يشيلون نظرة العطف عنهم هذه وجميع حتى الإعلاميين. جميع الإعلاميين لما يجيبون حدث أو خبر أشخاص ذوي الهمة أو يعطون بالألقاب ما نبغى الألقاب مثل ما نبغى احترام لهم وتقدير لهم. احنا نبغى لهم حقوقهم تصلهم بعد ما توصلهم حقوقهم ونعطيها ونمهد لهم الطريق ناخذ هالحين واجبات اللي عليهم لانهم اشخاص مثلي مثلك مثل كل اي شخص موجود ونطالب منهم العمل
نطالب منهم اللي يشتغلون ويؤدون أدوارهم في دولهم، مو أشخاص يستنون الإعانات. لا، هم ما هم يبغون الإعانات، ما يبغون الإعانات ولا هم يتلقون الإعانات. لا، أعطونهم الطريق، مهدولهم يمشون لطريقهم ويؤدون عملهم ويكسبون فلوسهم بعرق جبينهم. هم أشخاص يقدرون، بس حققوا لهم وبشيلوا نظرة العطف عنهم. هذا اللي حلم كل واحد يتمناه لهم. شكرا لك. أنا هذا اللي أنا أتمنى فيهم، وكمان عاد عندي حلمي عندي في المملكة إن شاء الله إن نصير من أحسن المراكز عندنا، لأني زرت مركز الشيخ زايد في أبوظبي، لقيت من أحلى المراكز عندكم ما شاء الله ما شاء الله، زرتها زيارة رسمية وشفت عندكم الأشخاص ذوي الهمم أدوا عندهم ورشة خط إنتاج ينتجون الشنط للهدايا للأولمبيات، إنتاج عالي الجودة، كلها من أشخاص إيش سووا؟ شالوا المعيقات اللي في طريقهم وصاروا أشخاص أسوياء مثلي مثلك وأدوا إنتاجهم وسووا خط الإنتاج عندهم. كمان شفت عندهم خط إنتاج للزراعة، ينتجون مزارع وينزلونها للسوق عندكم في أبوظبي، من أحلى أشياء عندهم، مشرفة مشرفة. وهذا إن شاء الله بإذن الله يفرح، هذا يفرح، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقدر نسوي متوازن مثلهم، وإن شاء الله بيننا تعاون بإذن الله ونصير إن شاء الله مثلهم إن شاء الله بإذن الله. سمو الأميرة سم، شكر، الله يخليك من الأعمار، الله يسعدك كل ما تفعلين إن شاء الله في ميزان حسنة. آمين يا رب، الله يسعدك، الله يجزاك بالجنة، الله يحييك يا رب، الله يسعدك، شكرا، حياك الله. هذا يعني الله يحفظكم. متى كنتم في تسوان؟ سيباس. سيباس. هاي سبجة اسمها منكوبي. زي الله علي. هاي المنكوبي. Thank you. وهذا طالت عماركم. شو اسمه الطبخة؟ لابستر. هذا. سباجيتي. باستر. وهذا بعد ما بيشوف الناس وهذا هلا ما تشوف. طبيعي أنا جاي مخصوص عشان بصور لكم سمتكم. كل حد بيتنقى الشيء اللي هو يبغى. ما صورتكم؟ ما صور؟ ها؟ جيت أشوفك الحين. والله؟ والله. إيش دراتني أنا هني؟ كنا قريبين. الله أكبر، ما أقول شيء عنك. آه شوف ما شاء الله. شوف ما شاء الله. خلاص لازم نتفتح. هاي طلبت النتن؟ لا نحن يا ذا يا ذا. بقول لك أنا تبي تسمعين كلامي؟ هذا سيباس. إيه. أنت من هالوين؟ نحن من بريطانيا لكن إنجليزيات أمريكا إنجليزي؟ لا لا نحن من دبي. هي أوكي هي هي أول مرة. شوف ما شاء الله. ها وهذا الخن. الخن والخن لا تنحمر ولا كوفر ولا سيباس. وهذا ها أنا أسميه اسمك الشيطان. يا شو بقولكم؟ نعمة بالله الحمد والشكر. Thank you, Gail. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. الله يحفظكم. هذا يوناني وهاي علم ما تشوفون جايبين لنا فقاع على قولة المصريين لقمة القاضي. الجيمات. إيه يقولون وهل السعودي يسمونها الجيمات. هذه بغلاوة عرفناها إن بغلاوة. وهذه؟ بالكستر. بغلاوة بالكستر؟ لا لا. ها؟ ما أدري كريم كراميلا. لا لا لا. مطعم بلاد ترى من خبرة بلاد 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 نحن هناك كنا هذا الباب. Thank you. Thank you sir. بلاد 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 هذا بلاد كم دور؟ دور الأول والدور الثاني ها كله كله هذا. إبراهيم
ينا ما شوف الله عليك منك لي فندق. إيه نعم قريب محمد تسوقي. لا 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 والله صدق والله. وتعرف اللي مساعد على المشي إبراهيم الجو. الجو حلو. فانتاستيك. بعد؟ ها؟ واو. شو بلا؟ يا سلام. يا سلام ما تقول إلا زين يا أبو خليل. يا سلام سلم. إيه والله. تونا واصلين أبو فندقنا. تونا واصلين فندقنا. أنا عن عمري ما أسوى أبوي شيء من التعب. تعب لي في الدنيا كله فيه. الحين بيقول ما بتعبه ما شاء الله عليه. يا عبد الله ما شفت لك والله. أشهد لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ايه ها بعد ضمي والله كم مرقت ينبي عورني من متى وانا راقد باثنى عشر وحين سبع واعي عيال اكثر من ساعة ساعة ونص. قلت في خاطري ما اريد اتفاجأ زيادة على اللزوم. يوم صديت ولا انا بعد ظلمي حد من العرب توا ضاوي يرقد. ايه من عقب الزيرة يا الله يعنو لها الزيرة هاي عنوة. الله فكنا فتكينا الصدع والديانة طاحت الطول. الحب اللي هروسنا كله انطحان من سنين. الحمد لله رب العالمين. الله فكنا خلي اهل غيرنا يا ابوكم اللي ما يخلون بقعة ما يزيرون ما سدهم شرق ولا غرب. حشي يا ابوكم يا الحلا برامج المرأة. الله يصبحكم بالخير والنور والرضا والسرور ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. واللي الله مرزقنه ان الله يزيده، واللي الله زاده الله يبارك له في رزقه، واللي ما عنده ان الله يعطيه. وان الله يفكنا ويفك المسلمين من حشرة الخقاقين وهل بالقال والقيل واللي عذربون في العرب وهل بالشتيم وهل بالمعاير وهل بتنقيز الكلام واللي حاطين العمارهم منهم فوق التل عنيب تل وحاطين عمارهم من ما حد خير عنهم وما حد آصل عنهم يدعون الكمال والكمال. إن الله يهديهم إن شاء الله. هاي هل بالحقة وهل بالبندليج والصدع والديان. إن الله يهديهم ويفك العرب من شرهم. كل إنسان يدعي أنه الزين وأنه الفنان هذا عرف أنه أبوي ما وراه إلا الشر. وكل إنسان يدعي أنه هو راعي الأصل وهو راعي الفصل عرف أن هذا ما يايده. وكل إنسان يدعي الكرم ويدعي الكمال عرف أن هذا هو قاصر وبيتم قاصر دبة حياته. لو صفق المصفجين ولو طبل المطبلين دور ما دار لجل أبوي غوازيك لجل أبوي بيزاتك لجل أبوي غاية في نفس يعقوب. من تقضي حايته عقوب ويعقت الحابول في الاجتاع. حالهم حال غيرهم. تجمع هذا والصدع والديان والبندريج يتسوى لفترة معينة. يوم قضيت حايتي ولالي في الهوى رادة خلاص أبوي يقضون شفهم خذوا ما وراه خذوه كده وعلى ما قال المتوصف كل كده والعن يده. هي نعم المراد. يومكم جميل ونهار فنان وما شيء خير عنه وإن شاء الله إن الله ييسر الأمور أمورنا وأمور كل مسلم. ونشوفكم إن شاء الله اليوم في ردهات وجوانب وأطراف لندن الفنان الغاوي إن شاء الله. عندي كلمة ردهات وما أدري شو هتنقال في مكان عن مكان يعني بيت ولا سوق ولا يعني شيء مغلق. ردهات لندن عبارة كأنك جالس تتمشى في مول واحد. لندن بكبرها من نظافتها ومن زينها ومن جمال طبيعتها وجمال الناس اللي فيها وطيبتهم وأخلاقهم. لندن كل إنسان يقدر يتكيف فيها. كل إنسان راعي شيء تول وراعي شيء العادي. واللي ما عنده ترى بلاده ضامت إنه ما بلازم أبوي هيجي. اللي ما عنده ما بلازم يجي ولا بلازم يصير ولا بلادنا زينة وبلاد المسلمين زينة. ونحن والإنسان ما يجي لا نحن ولا غيرنا إلا لأجل لازم معين يعني. ولا الواحد والله بلاده ما تتودر. واحد ما تتودر بلاده. البلاد فنان وجوها فنان. بلادنا يحافظ على بلادنا ومن سكن فيه.
حد من الوادم كلمة الثاقة فلانيين هاي محدثين نعمة توهم يصيروا ويون ما حد أبوي محدث نعمة كلها أبوي الناس عندها دخل وتشتغل وتكد وهالية أبوي مخلفين عليهم الخير والحلال وهالية من قبل أبوي هالخير وفي نعمة ما حد أبوي في الإمارات محدث نعمة ما حد محدث نعمة ما حد أبوي كلن أبوي معاش قوي وكلن أبوي الحمد لله عنده ورضى عايشين بخير ونعمه وأمان وفضل من الله سبحانه وتعالى ما حد أبوي محدث نعمة ولا حتى ونبرج شايف الدنيا الناس أبوي تسير وتسافر شرق وغرب أيام بيروت وأيام مصر وأيام بمبي وأيام شيراز وليلة ما يخلون البقعة العرب كلها عرعرنا ما خلينا مكان يعد ويذكر ما حد أبوي طاحت على أقنعه ولا حتى وحاط أقنعه ولا حد إلا هاي اللي حين يدعون يدعون الكمال يدعون الكمال والكمال لله سبحانه وتعالى الناس أبوي بخير ونعمة ولا حد أبوي محتاج حد يقول له أنت أصيل ولا أنت فصيل ولا أنت عالي ولا أنت داني كلنا أبوي راضي بقسمة الله وعطية الله ومحبة الناس ما تنشرق هاي معلومة لازم يبغى كل إنسان يعرفها رب العالمين أبوي يسخر لك الأرض من عليها من عالي من داني من شيخ ومن عشيري في المحبة هذا كل شيء واضح ما حد أبوي لبس أغنع وباشر بطيح ولا حط أحد عنه الأغنع وباشر بيلبسها أها يلا نهاركم جميل وإن شاء الله يومكم هذا أجمل ورزق من الله للجميع في كل ما تحبون وترغبون. سمو الشيخ محمد بن راشد أخي وصديقي ومعلمي. عندي كتاب هداني يا الشيخ محمد بن راشد أخوي الشيخ محمد بن راشد بقرأ لكم جمل بسيطة منه أن الإيجابية والتفاؤل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية. مشكور يا أبو راشد وين ما تكون والله يحفظك إن شاء الله. يستوين أتجلب لساعة شرق وساعة غرب حين برقد بعد شوي برقد ما طاير قاد ما شبعان حد اللي يحب بطنه مبزور يروم ياكل إلا أبوي بنش وبتريق بعين من الله خير وبسير شرق وغرب ما عندي شيء أسوي ما عندي شيء غير مشاهد العرب والناس الطيبة ليه تباني وأنا أباها هي نعم نما بيلس بذل ود وأقول حق العرب الإيجابية ونحن الإيجابيين وأنتوا يلي ما بإيجابيين ونحن بغير وأنتوا غير ولا حد يجمع لها وادم دقوا عليه في ما فيه واخذوا غوازي دقوا عليه في ما فيه واخذوا غوازي عندوكم بيزات وقولوا إني أنا فنان عندوكم بيزات وقولوا إني أنا إيجابي وأنا خير وأنا محد شراتي وأنا حق شو عن حق شو هذا كله حق شو هذا كله ترى كل بنادم أبوي يتحاسب من رب العالمين وكل إني نعرف كل شيء ينشرق بالبيزات إلا المحبة والاحترام هذا شيء من الله سبحانه وتعالى رب العالمين محبة الناس رب العالمين يجازي بها عبده من بره الوالدي أو من صفات قلبه أو من شيء مسوينه رب العالمين يجازي بشيء هذا في الدنيا قبل الآخرة هذا الشيء ما ينشرب بالبيزات نعم ما ينشرب بالبيزات أبدا ما ينشرب بالبيزات اللهم لك الحمد الأمراض الأمور وايدة والعلوم وايدة وكم بنرمس يقولوا لي بلاك ما تسوي قهوة هالزمان ما بس عفت والله أني عفت القهوة خدمة القهوة وعفت أبوكم الرمس عن القهوة وعفت والسب يا أبوكم يعني كوبي بيست بيكل عفت
حتى والله انتوا الحين لو بتردون اليوتيوب ردوا طالعوا اللي العام وعام الاول واللي قبله واللي قبله لك سنه تلجيم لك هوا كل يوم كل طالع شمس وعفت حين لا لا لجم لا قهاوي ولا سوي شيء وسبه التقليد وفي كل حرف في كل حرف انزين عاد يقول لك يا القهوه بشاره وياك لو يستوي منك بعشرين بشراك حق الريم تقلاك محلى صبابك في الفنايل ومن ابوي اعزم ابوي اللي يعرف للتلجيم القهوه واللي ما يعرف اعزم كل يلجم عفنا يا ابوكم حتى تلجيم القهوه ودرناها ودرنا تقميشة والسبة التغليد الأعمى يلا خلاص والله يبوك ما في رقاد ما في رقاد ما في رقاد شو أسوي ما في رقاد شبعان جيج حد يقول جيج على رقاد شبعان رقاد لا حاتي شيء يقول لك يرقد خلي البال لين من هم استراح الحمد لله رقدت أبوي من أول الليل وناش أبوي من صباح الله خير ومصلي ومعين من الله خير أموري طيبة وأحب أتلبس وأظهر حد يروم يغطي السماء بمنخل السماء يتغطى بمنخل السماء أبوي ما يتغطى بمنخل لو بتغطي أبوي من اليوم لين 100 سنة ما حد يروم يغطي السماء بمنخل أبدا هذا من نوع من أنواع اليور يسمونه الحمد لله أبوي الوادم فيها عقل وفيها حاسية وتعرف الزين من الشين وما يحتاج حد يفطنها ولا يحتاج حد يقول لها ويعرفون أبوي التقليد من الأصلي العدل من المايل السلبي من الإيجابي هبي يدعي الإيجابية وهو أبو السلبية لا ما يستعد ناس ما بمدحب الناس ما بمدحب ولا بخبايل أنا أبو ينان هو لا حين بعد مديل اسقط الأقنع بعد يلا بس عليكم يا ربي لساني حجني يا سوي عاد شا سوي وين أجيب الصبر وين أجيب السلام عليكم هاي حين صدقيات لو شو هالرتب كلهن نعم أنا صدق سبحانك يا رب هالكذب الحين انت عرفت هذا أنا الحين بعطيك سؤال ها عرفت اللبس هذا تأسيس شرطة بوظبي سنة 1957 تبارك الرحمن كان لبسهم هذه يطرونه شعار البوفلاح ولا غيره أوه. هذا شعار البوفلاح حافظ يعني يا سلام هذا الشعار هذا شعار البوفلاح أو العزل الأول يصوب به البوفلاح وازم هذا الشعار محطوط فوق الرأس نعم يا سلام سلم الضباط مكتوب شرطة بوظبي زين الأفراد مكتوب شرطة رقم العسكري رقم العسكري هذا اللي يميز بارك الله والغترة فيك والغترة بعد تختلف؟ ايه الغترة الكركمية اللي هي غترة الأفراد والثانية والغترة هذه الرصاصية هذه طال عمرك الضباط ايه يسمونها الضباط اللي من هالنمونة هالنمونة يا سلام عافيك وعفو عنك يعطيك طولة العمر Thank you.